على هامش مهرجان الشرقية للخيول العربية. معانا الحجم الشرف حضرتك رضا مختار بريك من الغربية، مربي وهاوي وبطل سابق في أدب الخيل. أهلا بحضرتك يا بزرق. أهلا بيك. حضرتك مشارك النهاردة في المهرجان ولا النهاردة جاي يعني بتشوف يعني أي حد غاوي خيل؟ المهرجان فرصة كبيرة له يعني، خصوصا بقى لو كان مربي سابق وفارس وحصل على بطولات، فدي مناسبة يعني قيمة بالنسبة لأي فارس يعني. فحضرتك مشارك النهاردة في المهرجان ولا جاي يعني؟ احنا مشاركين في المهرجان كحكام. كحكام. لكن ما عندكش خيل؟ عندي خيل بس ما ينفعش ان انا انزل حصاني واحكم عليه. احكم عليه لكن احنا صح. عندنا خيل دي اول قاعده واساس في طبعا في في الادب يعني. فاحنا جايين نحكم في ادب الخيل لان احنا عندنا خبره كبيره بالنسبه للادب من قديم الازل يعني، من ايام الابهات والجدود. فكنا بنركب واحنا صغيرين والحمد لله واخدين بطولات في الغربيه وبطولات في مصر وبطولات على مستوى المحافظات. فعندنا فكره كبيره بالنسبه للتحكيم. حضرتك بدات بقى هوايه الخيل بدات عند حضرتك من امتى؟ امتى تقريبا؟ احنا بدات يعني احنا طلعنا لقينا الخيل عندنا في بيوتنا. فالحمد لله يعني اتعلمنا ركوب الخيل واحنا صغيرين من عمر الابتدائي والاعدادي كنا بنعرف نركب خيل. اكيد على مر بقى الفتره دي كلها في حصان او فرسه معلمه مع حضرتك يعني، كل فارس بيكون فيه حصان سايب عنده يعني علامه معينه. ايه الحصان اللي ساب العلامه دي عند حضرتك؟ والله كان عنده حصان ارتبطت بيه. الحصان اللي انا ارتبطت بيه وخدت بيه جوائز كان اسمه نادر، كان حصان ابن عادل ابن مرافق من الهيئه الزراعيه. من الهيئه الزراعيه هو كان الرسم بتاعه كان ايه؟ كان صقلاوي اللي هو جمال يعني. كان صقلاوي. تمام. طيب حضرتك النهاردة مشارك في المهرجان كمحكم. أيوة. تمام. بالنسبة بقى للعروض اللي بتتم بتاعة الأدب أو رياضة الأدب، حضرتك شايف إن هي ممكن تكون رياضة دولية يعني تنتشر برا مصر؟ إحنا نتمنى إن هي تبقى يعني دي رياضة شعبية، ولكن نتمنى إن هي يتعمل لها رابطة وتبقى من ضمن الرياضات المقننة في لوزارة الشباب والرياضة، لأن دي رياضة الناس كتير قوي بتحبها. فاحنا بنتمنى ان هي تخش ضمن رابطة ويتعمل لها رابطة وتخش ضمن وزارة الشباب والرياضة. الحصان العربي منتشر تقريبا في الوطن العربي وان كان في اوروبا كمان يعني. فانتشار الحصان العربي وارتباطه بقى بمصر تنظيميا على اساس الهيئه الزراعيه يعني منظمه المساله ومأرخاها وعامله ارشيف جيد جدا للحصان العربي، هل ده ممكن يكون اساس؟ هو اللي انا اعرفه ان الخيل اللي في الدول الخليج او في دول اوروبا اساسا طالعه من الهيئه الزراعيه. يعني الخيل العربي الاصيل طالعه من الهيئه الزراعيه لانها لها نسب كويس ونسب ورسم عظيم، فالناس كلها بتحتاج النسب بتاع الخيل العربي الاصيل. فاذا ده ممكن نبني عليه ان احنا نطور بقى المهرجان انه يبقى مهرجان دولي ويبقى فيه مشاركين فيه بقى من الدول العربيه واجنبيه يعني. ده اللي انا كنت اقصده في السؤال بتاعي، ان انا عايز المهرجان يتنقل بقى من مهرجان مقصور على مصر بس ان هو يبقى مهرجان دولي. هو لو اتحققت النقطه اللي احنا بنتكلم فيها اللي هو يبقى له رابطه ويبقى له تنظيم دولي، يبقى له تنظيم داخلي بالنسبه لمصر ويخش تبع وزاره الزراعه ويتقنن، هيبقى تنظيم دولي وممكن يبقى موجود في الدول الخليج، ممكن يبقى في اوروبا، لان الناس اللي برضك اللي موجودين في الخليج وفي اوروبا غاويين الادب وبيجوا يحضروا عندنا هنا وموجودين معانا النهارده في المهرجان. طيب سؤال من مربي خيول قديم قوي وفارس وحصل على بطولات، ايه اللي يميز الحصان العربي؟ يعني احنا بنشوف خيول تانية بيتم تدريبها بتلعب في سيرك بتلعب في او بيتم تدريبها على القفز او بتأدي اي حركات، ايه اللي بيميز الحصان العربي تحديدا عن بقية انواع الخيول التانية؟ الحصان العربي ذكي جدا، يعني عنده قوة ذكاء كويسة قوي. ثانيا دمه الحاضر اللي عنده يعني نسبة الدموية بتاعته حاضرة غير الخيل الأجنبي. الحصان الأجنبي
دمه فيه فطور، اما الحصان العربي ده يعني دمه حاضر وجمه حلو، وتحس ان هو بيتكلم، بيحس ان هو بيقول لك انت عايز ايه، هو بيأدهولك وبيفهم بسرعه وذكائه قوي وحاضر. ودي وبعدين غير كده وكده الشكل الجمالي بتاعه شكله متناسق بالنسبه للديل، بالنسبه للودان، بالنسبه للتكوين الجسماني، العنق، الرجلين، كل دي حاجات مقاييس جمال كويسه جدا بالنسبه للحصان العربي. طيب بالنسبه لحضرتك بخبرتك دي كلها او كمربي، بتقدر ازاي تقيم الحصان ده هوت انه ينفع للادب، انه ما يدخلش مثلا في مجالات تانية، انه هو ده ينفع للادب، ازاي اقدر احدده؟ بيبقى له تراكيب معينه، الصدر، الرجلين، الدمويه، الحاجات دي كلها دي بتبقى عناصر يعني بتبين لي مدى قدره الحصان ان هو يقدم معايا الحركات او القرص اللي انا هطلبه منه. طيب الحصان علشان اشارك بيه في مهرجان ده، يعني زي المهرجان بتاع النهارده، ياخد مني وقت قد ايه في التدريب؟ يعني انا ابدا معاه من امتى عشان يوصل لمستوى المهرجان النهارده؟ اقل من سنتين. يعني الحصان بياخد الاول فتره ركوب، علامه ازاي يتركب، ازاي يمشي، ازاي يؤدي الحركات، ازاي يستجيب للطلب اللي انا بطلبه منه، كل الحاجات دي بتاخد وقت. ممكن حصان بياخد سنه او اتنين، اقل حاجه سنتين، ممكن حصان ياخد 3 سنين، وممكن حصان ياخد 4 سنين، حسب استجابته. يعني حسب استجابته. احنا سعداء بحضرتك النهارده، وان شاء الله على وعد بلقاءات تانية ان شاء الله، باذن الله. شكرا.